قلت بلي قلت لك بلي جمال احتفاظ بالكره اتحاد العاصمه، خاصه عم يلعبوا بكتله واحده والتنظيم الجيد فوق الميدان، هذا هو الشيء اللي خرج من مدينه الجزائر من المباراه خاصه في هذا الشوط الاول. حشود وهناك الافضليه يقول الحكم ترك مبدا الافضليه، تدخل من حشود ولكن فهم بوعزه يخرج الكره الى رامي تناس الى خارج ارضيه الميدان حتى يتلقى اللاعب الساقط على الارض سجار العلاج والاسعاف، ويعتذر حشود بكل روح رياضيه. ها هو حشود باليد على سجار لاعب اولمبي شلف الذي اصبح يلعب بالوان الاتحاد. محمد سجار يغيب مطرف حسين عن مولوديه الجزائر وهو الذي قضى 8 مواسم في الاتحاد، زيماموش 6 مواسم في الاتحاد قبل ان يلعب في المولوديه وقبل ان يعود مره ثانيه الى بيته الى الاتحاد. كودري 6 مواسم في المولوديه قبل ان يغادر ويصبح ويلعب بالوان الاتحاد. خوالد الضغط على حامل الكره على بوشمه وهناك خطا تبطأ فيها بوشمه في هذه الكره والخطا المطالبه ربما ببطاقه صفراء، ولكن الحكم السيد نسيب رضوان يقول هناك خطا للمولوديه. هذا يحيى شريف بوشمه تبطأ الضغط عليه من يحيى شريف والخطا لمصلحه المولوديه. لم نشاهد الرد من مولودية الجزائر ما عدا في كرة واحدة منذ تسجيل الهدف في دقيقة 13 عن طريق ضربة جزاء سجلها كاسمي. 3 لاعبين لتشكيل الجدار الدفاعي من جانب الاتحاد، وأمام الكرة حشود صاحب التسديدات القوية صاحب الصاروخيات. تصحيح المسافة القانونية من الحكم السيد نسيب رضوان. حشود يركز حشود بعيدة بعيدة تماما هذه الكرة على مرمى الحارس زيماموش إلى ضربة مرمى للحارس الأول في الاتحاد. الذي يؤدي في مواسم كبيرة في حراسة مرمى اتحاد الجزائر بن عيد لم يتفوق في هذه الكرة.